بعيونك؟ لو كان في حدا غير زوجي كانت هي على القليلة نكرت اللي كان مكتوب بالتقرير. بكفي بقى كاران لوترا، ما له علاقة بالقصة تبع بنتي، وصدقوني هو ما له أبوها نهائيا، لأنه أنا مالي متزوجة. أنا بعترف إنه كان في واحد بحياتي. أنت شو قلت؟ إذا حدا قال عنك حرامي فيك تثبت براءتك؟ ورح تقول إنك مو حرامي، وإذا حدا قال عنك قاتل فوقتها رح تثبت براءتك ورح تخبر الكل إنك مو قاتل ابنهم. بس أنا ما بدي أوضح لك شي وما بدي أثبت شي عن هالموضوع هاد، ويعني ليش لحتى أوضح لك؟ نحن مو متزوجين وما منحب بعض وما في شي بيربطنا، ولما أنا كنت واقعة بورطة ما فكرت أبداً إنك توقف معي. رح كون صادقة، أنت ما عندك القوة لتوقف جنب أي حدا وتساعده وتكون معه. أنا غلطت كتير وقت اخترتك، أنا وأبي اخترنا الشخص الغلط وعطيناه قيمة أكثر ما بيستاهل. اسمعني أستاذ راجات، خليني ذكرك بشي. لما كنا قاعدين أنا طلبت منك قبل العرس وسألتك إذا بدك تعرف ماضيي ولا لا، تتذكر هالشي؟ لا. ليكي سونا، يمكن أنتي ما بتعرفي بس أنا بعرفك من زمان، وبتوقع بعرفك كتير منيح وحافظك بكتير شغلة. وشو بتعرف كمان؟ أنا بعرف كل شي عني. شو صار لك؟ أنت قلت إنك شفتني أول مرة لما كنت موجودة بالمستشفى. أنت بتعرف ليش أنا كنت موجودة هوني؟ سونا، لو سمحتي ما قلت لك؟ بعرف كل شي عنك وبعرف كل تحركاتك وشو صار من زمان وليش كمان رحتي على المستشفى. أنا ما بيهمني ماضيكي بالمرة، على كل حال خلينا ننسى الماضي لأنه نحنا بدنا نبني مستقبلنا مع بعضنا، لازم نكون مبسوطين وفرحانين صح؟ بس فكر شوي، لسه معنا وقت، في حفلة الحنة والمراسم والعرس، لسه في وقت. ها؟ لا استني شوي، هاي طريقة لروح ولا بدك ياني اتراجع؟ شو هالحركات هاي، بدك ياني غير رأيي ويلتغى العرس مو هيك؟ افهمي منيح، ما صدقت امتى حصلت عليكي، من شان هيك ما رح خليكي تروحي بهي السهولة. ثانياً رح أوعدك إني أكيد حأتزوجك. تذكرت شو قلت؟ إيه بتذكر، قلتلك إني بعرفك وما بدي أعرف عنك أي شي، ولما طلعتي من المشفى ما كان بدي أعرف السبب اللي رحتي كرماله لهنيك، بس ما كنت متوقع لما رح روح وشوفك ضمن المشفى إني رح أنغرم فيك. إيه بس أنت لما رحت وشفتني ما كنت وقتها تعترف بحبك وبالمشاعر يلي حسيتها. انت اتهمتني اني خبيت كتير شغلات عنك، كنت مفكرتك عارفان كل شي عن حياتي القديمة، لهيك ما بدي احكي. بس خلاص ما عاد في داعي نحكي بالموضوع ابدا، ما صار شي، لسه ما تزوجنا وانا بدي الغي العرس اليوم. بابا اذا بتريد ممكن تقول للضيوف نحن لغينا العرس، وكمان تشكرهم انه اجوا لعنا. الاحسن انه انت تعتذر منهم مو حدا تاني من الموجودين. سوناكشي، انتي بدك روح من شان تقدري تقعدي وتحكي مع ابوك. طيب ماشي مثل ما بدك، تكرمي انا رح روح هلا، وانتي فيكي تضلي عايشه مع كارام بدون اي رابط بيناتكم. وقف. شو؟ انا خبرتك انه بيني وبينها ما في شيء، فهمت؟ انا ما إلي علاقه. نحن منعرف انك مانك هيك، لو سمحتي كاران، نحن متأكدين انك ما سويت هيك شيء، واساسا مستحيل انك تكون هيك لانك مستحيل تغلط مع البنت قبل الزواج. هدول العالم ظلموك وكانوا عم يحاولوا انه يحلوا المشكله ويخبوا الاخطاء اللي صارت، لازم تثبت براءتك. هن جابوا الدليل لهون على البيت
وصار لازم تلاقي حل سريع. في عندي فكرة، الطريقة الوحيدة لحتى تبين الحقيقة هي نروح على المشفى، هيك بنثبت إنه كاران لوترا اللي اتهموه بهالشي بيكون بريء. هذا الموضوع ما بيخلص، هو رح يضلوا عم يحكوا فيه. أنتوا رح تروحوا على المشفى مشان تحاولوا تعرفوا كل شي صاير عني بالماضي، وهيك أنتوا رح تكونوا زدتوا المشاكل وبدون أي فائدة. لك سوناكشي، قصتك كلها رح تنحل. واللي عم بقصده إنه كان بدك تلغي العرس. أنت قلتي ما عاد بدي أتزوج نهائياً، ما بدك تكوني مع حدا شاكك فيكي، هذا قصدي. وخلص انتهى كل شي بينك وبينه، وانت بتروحي بطريق وهو بيروح بطريق وما عاد يلاحقك. بس ليكي، لازم نوضح للناس وما نضل شاكين بالموضوع. نحن لازم نروح على المشفى ونكذب كل الإشاعات اللي طلعت عليك. ماني مجبور أوضح لحد. سونا قالت للكل كرام وأبوها وخلصنا. ليك كاران، ممكن تفهم علي شوي؟ كلنا هون منعرف إنك بتكون شخص مشهور وإنه الإعلام بيضل ملاحق من مكان لمكان. شو رح يكون موقفك إذا انتشر مثل هذا الخبر عنك؟ وقتها كل الصحفيين والأخبار رح تكتب عنك ورح تتدمر صورتك، ومو بس أنت، رح تتدمر سمعة العيلة كلياتها. رح يخرب كل شيء، اسمك، ثروتك، وحتى شغلك يلي أخذ منك جهد ووقت كبير لحتى بنيته ووصلته لهون. رح تخسر كل شيء. شو ما كان رأيك، المفروض أنك أنت تثبت براءتك بأنك مانك كاران اللي عم يحكوا عنه هلأ. شو؟ أنا حكيت شي غلط؟ كاران، لازم تساوي هيك. كاران شوف، طالما أنت مانك متورط بشي، ليش ما من أثبت للكل أنك بريء مثلاً؟ بهي الطريقة بتكون سكتت الكل، ووقتها منكون أكدنا أنه كاران لوترا عم يتهمه ويشوه سمعته. سونا، العالم حكت كتير، عم يتهمونا سوا. أنت بتعرفي الحقيقة، ليش ما بتقولي مين بيكون؟ قولي له. ارحموني بقى، قلت لكم ما بدي أرجع أحكي بهالقصة. هيك؟ ما حدا بده يعرف الحقيقة؟ طيب، لكان أنا رح روح اليوم على المشفى، وهنيك رح أعرف كل شي بخص كاران لوترا وجيب. وأساساً مشفى سيتي مشفى كبير ومتطور، وأكيد سجلاتهم حديثة، وعن طريقهم رح يبين كل شي ورح أعرف مين بيكون كاران لوترا.